قناة وصفحة. بكل سرور تقدم لكم هذا الشرح. Are you ready? Okay. Kate. Log. Sonar. 20. Go, go, go. مساء الخير لكل المكوفين والمكفات في كل مكان. اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وبسعاده دايما. النهارده معانا مع المحاضره العشرون او العشرين بقى، معرفش صححوا لي، اعتقد العشرون يعني، المحاضره العشرون من كورسنا كورس اصطنال للدمار الشامل. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وكله تمام. النهارده باذن الله هنكمل كلامنا عن الميدي، وهنحترف التعامل مع الميدي بس واحده واحده وتاتا تاتا، عشان ان شاء الله ايه نفهم كل حاجه. النهارده حتى ما هو باين هنتكلم عن يمكن 3 4 مواضيع مهمين في قصه الميدي. ولكن قبل ما نبدا كالعاده تعودنا ان احنا نجاوب على اسئله. انا جالي سؤال او سؤالين على ما اتذكر في المحاضره اللي فاتت، بس احنا لسه كده بادئين على خفيف في الميدي، وهنخش بقى في يعني في التقيل واحده واحده. واهم محاضرات السته اللي جايين دول في الميدي النهارده دي مهمه جدا، هنتكلم فيها عن الشرقي في السونار ربع تون، وهنتكلم فيها عن كده حاجه، بس خليك معايا واحده واحده كده، وان شاء الله الست محاضرات اللي جايين دول هيبقوا جامدين جدا جدا جدا، لان هما جداد من نوعهم وبيحتووا على ماتيريال او مكاتب كبيره، حاجات بقى كبيره في الحجم وحاجات لينكات كبيره، وعايزين نركز مع بعض بقى شويه الفتره اللي جايه. فان شاء الله خلينا نبدا في محاضرتنا. اول سؤال جالي هو انا ليه لما يعني بفتح ملف ميديا عادي تمام وبعدل عليه وعايز اسيبه اوديو وباجي اعمل له اكسبورت مش بلاقي لا اوديو ولا ميديا شغاله؟ مظبوط، انت فاتح ملف ميديا دلوقتي تمام، عدلت عليه تمام، هو ده مش حل غير انت سايبه ميدي زي ما هو، سايبه عادي كانك بتسايب بروجكت، بس بدل ما هو نورمال تختار منه ميدي، سيب عادي مش اكسبورت ولا امبورت، سيب عادي خالص مش كده؟ طيب دلوقتي لو انا عايز بقى احول الميدي ده يعني اخليه سايب عادي بقى في البروجكت بتاعي ده وده ملف اوديو، يبقى لازم احوله اوديو. طيب الكلام ده نشرحه امتى؟ نشرحه باذن الله في الست محاضرات اللي جايين، او في المحاضره الجايه على وجه التحديد، في المحاضره اللي جايه على وجه التحديد هنتكلم في الموضوع ده مش كده؟ فدلوقتي خلينا يعني انا حبيت بس اقول لك انت عايز تسيب شغلك في الميديا اللي انت عملته سايبه كميديا دلوقتي لحد ما نيجي لموضوع تحويل الميديا لاوديو، لان لازم يتحول لاوديو اساسا عشان تقدر ان انت تسيبه في البروجكت بتاعك. فده ان شاء الله هنتكلم عنه ايه الفتره اللي جايه. اسئله تانية جت عن الميديولات برضو دي هنجاوب عليها ان شاء الله يعني، لان مش هينفع نقول كده كلام نظري، دي كلام عملي جاي باذن الله، فركزوا معانا واحده واحده باذن الله. عفوا قبل ما نبدا عندي كده حاجه حابب اقولها. اولا انا بشكر الدكتور احمد عبد الظاهر. لا بقى مش كده، جيت انت برضه عامل ازمه عندنا قبل النت قبل ما ابدا. المهم يعني دكتور احمد عبد الظاهر انا بشكره جدا 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 ان هو من افادني في قصه الربع تون دي بشكل عملي. بشكره جدا جدا، شكرا جدا لحضرتك يا دكتور احمد، وبجد ميرسي يعني من هنا لكتير يعني. وبشكر استاذ رامز كمان ودكتور احمد عبد الظاهر كمان قبل ما انسى، انا اسف، هو من يعني ارشدني لقصه الالكتريكال مانجر بتاعه الاكابيلا. الناس اللي هي بتقول ان هو مش شغال او كده اعتقد ان استاذ رامز قام بالواجب وزياده. وبالنسبه لقصه انه يعني يعني اكتر حاجه تديك منطقيه ان هو اصلا اول من ارشدني ليه هو دكتور احمد عبد الظاهر اساسا يعني، مش انا اللي اكتشفته لوحدي. انا ما وضحتش في المحاضره اللي فاتت او في المحاضره الاولى بتاعه الاكابيلا، ما قلتش انا جبته منين بالظبط صح، قلت لك انا مبرمجه. ده لسببين، اول سبب ان انا كنت يعني مستني الاول الموضوع يظبط، عشان زي ما قلت لك ان اللي قاله لي دكتور احمد ما كانش ينفع اقول ده في الوقت ده، عشان كان في ناس كده مترقبه الموضوع وتوقعنا ان ممكن يحصل حاجات زي اللي حصلت. فالمهم دكتور احمد هو اول حد قال لي المعلومه دي ويشكر عليها جدا جدا جدا، وكلنا نتقف له يعني بجد. شكرا دكتور احمد. وهو كمان حد من الناس اللي هم يعني مش بيحبوا احتكار المعلومات بصوره او باخرى، فدكتور احمد فعلا يعني غني عن التعريف وغني عن حد يتكلم عنه. فهو اللي ارشدني قصه ربع تون في السونار، وارشدني في قصه الاكابيلا الانفو بوكس 2.2 اللي نقدر من خلالها نعدل على القواميس ونفك شهرتها والى اخره الكلام ده كله. طيب ايه كمان برضو بشكر استاذ رامز اللي تعبوا معانا في تجريب في الاكابيلا وفي كل اللي هو عمله، وبشكر استاذ توماس ان هو رفع لنا اصوات الاكابيلا. تمام كده لحد كده تمام. طيب بشكر بقى ناس تانية نجحوا معايا، يعني سببهم كان نجاح الكورس بتاعنا، وده لازم يتقال الكلام ده، لازم يتقال الكلام ده مهم جدا.
يعني في ناس، انا مش لوحدي في الكورس ده، يعني في ناس شايفه الحمد لله وبحمد لله الكورس، واحنا خلاص وصلنا للتلت التاني وداخلين في التلت التالت والاخير من الكورس، ومع ذلك في يعني نجاح ونسب مشاهده وطلبات المحاضرات يعني عكس ما كنت متوقع. انا كنت متوقع ان هنيجي في المحاضره ال10 ال11 والاقي نسب المشاهده ما فيش، وده ما بيحصل في الكورسات، لكن بحمد لله احنا في المحاضره ال20 ولسه الناس بتطلب المحاضرات ولسه بتدور عليها. النجاح ده لمين؟ ليا انا، انا اللي شخص خارق وانا اللي بعمل حاجات ما تتعملش ابدا ابدا ابدا. النجاح ده بعد ربنا سبحانه وتعالى، يعني في ناس كتير ساعدتني فيه ولادي ياخدوا حقهم في الشكر. استاذ ياسينو اول من يعني دعمنا من البدايه خالص بقى قصه الموسيقى وقصه الاتجاهات دي، استاذ زياد حد غني عن التعريف. انا مش هتكلم يعني مش هقول حاجه لان النادي دي مش محتاجه ان حد ده يتكلم عنها. استاذ ياسينو، وبشكر استاذ جهاد بعيني، بشكر استاذ الايثار، بشكر استاذ مروه سامي، بشكر الاستاذ امير موسى، بشكر استاذ سمير منير، بشكر استاذ محمد الماجد، بشكر استاذ امين رضا، وفي اسماء تانية انا حتى نسيت، استاذ لؤي من الاردن يعني ناد دول، وصل له اي من الناس اللي بيعملوا ماجستير. بشكر المعلم سعد بطرس، ده برضو واحد عامل ماجستير وكان شرح لنا المقامات قبل كده الاساسيه. يعني ناس كتير وقفت في الموضوع ده، مش واحد ولا اتنين، فعشان كده الكورس ما هواش لشخص معين، بالعكس فان شاء الله يوصل لحضراتكم. دكتور احمد عبد الظاهر كمان برضو، بس يعني دكتور احمد عبد الظاهر ده انا قلت انه من اول الناس اللي ساعدوني في من ايام الكورس بتاع سوهاج، استفدت من كورس سوهاج ده جدا جدا، ما اقدرش اقول غير كده يعني. ربنا يكرمه يا رب ويكرم كل الناس اللي احنا ذكرنا اسمائهم دول. وبس لو في اسماء تانية نسيتها الله يعذروني، انا ده اللي انا فاكره، بس في ناس طبعا كتير وقفت جنبي. وبشكر كمان في بنتين كمان كانوا يعني هم قالوا يعني او طلبوا مني ان انا مشكورش اسمائهم، بس هم دول من مصر وليهم تقولهم في الوسط الفني، وهم كمان من نفس الجيل بتاعي يعني تمام. بس يعني فبشكرهم جدا برضه، تحياتي ليكم، تحياتي لكل حضراتكم. ونبدا بقى كلامنا على بركه الله. النهارده اول حاجه هنتكلم عنها قصه ازاي ادخل داتا للسونار ميدي، ازاي ادخل داتا للسونار ميدي. طيب دلوقتي احنا قلنا المره اللي فاتت ان اقدر ادخلها عن طريق اورك، مظبوط. طب قلنا ان احنا نقدر ندخلها عن طريق ميدي كيبورد، وقلنا ايه الفرق بين الاورج العادي زي اورج ياماها، اورج مش عارف رولاند، اورج كورج، ايا كان، وانا داي او ايه الفرق بينه وبين الميدي كيبورد بس تمام. وهنا جالي سؤال برضو تذكرته، هل الميدي كيبورد بتقدر تدخل للسونار ربع تون دايركت؟ لا دايركت ليه؟ لا، لا للسونار ولا غيره، ما فيهاش قصه السيكا. السيكا دي هنتكلم عنها بعدين، بس ايه هنجيلها دلوقتي. بس اقصد يعني الميدي كيبورد ما فيهاش قصه ربع تون دي اساسا. الاورجات بيبقى فيها قصه ربع تون، بيحط لك كده دراير بتنزل النغمه ربع او كده، اعتقد ان هي بتنزل بتميل للفلات اكتر، فدي بيبقوا 12 دولار موجودين لل 12 نغمه اللي هم دودو دودو دياد ري ري دياد مي فا فا دياد سول سول دياد لا لا دياد سي، مش كده؟ هم 12 نغمه، في كل درار مسؤول عن تسييك درار معين في الياماها مثلا، ماشي؟ اعتقد في كل الاورجات نفس الفكره يعني. طيب تحدي كده تمام جدا. في طرق تانيه اقدر ادخل بيها داتا للسونار؟ قلنا اقدر اجيب ملف ميدي جاهز، اقدر اجيب ملف ميدي جاهز سواء من الانترنت، سواء عامله بالسيبيريس وحط 500 خط تحت كلمه سيبيريس دي، اقدر اجيب من الانكور، من اي مكان، من اي مكان كان اقدر اجيب ملف ميدي وافتحه بالايه بالسونار ده، برضو اقدر ادخل داتا بالطريقه ده، بالطريقه دي يعني. طيب ايه كمان بقى ده اللي هنتكلم عنه النهارده؟ في طريقتين كمان زياده. اول طريقه دي مش هنتكلم عنها دلوقتي لان لسه فيها يعني بدور في حاجه معينه فيها، هي ان انت تدخل النغمات يدويا زي السيبيريس كده وزي الانكور. الناس اللي تابعونا في السيبيريس والانكور كنا بندخل الداتا ايه يدويا بالايد، بكتب له بقوم دايس على النغمه وبحدد له ثمنها، ماشي؟ اللي هي كانت روند او نوار او بلانش او هكذا او كروش او كده، تمام كده. فده حاجه اسمها ستيب ريكورد، استيب ريكورد. بشكر دكتور احمد عبد الظاهر لان هو اول من يعني ايه قال ان هي دي بتدخل داتا يدويا، وانا دلوقتي بدور في الموضوع ده ان شاء الله ان انا اوصل لحاجه فيه تمام. بدور ان انا ان شاء الله ايه مع نفسي كده ان انا الاقي حاجه في الموضوع ده. طيب بالنسبه للطريقه بقى اللي احنا هنتكلم عنها والطريقه الخامسه، طب انا معيش اورج ومعيش ميدي كيبورد، هل ما اقدرش بقى اعزف على السونار؟ لا، ممكن تعزف على السونار. طيب ازاي؟ في بقى طريقه العبد لله توصلها وانا اول واحد يوصلها، ومش بكذب يعني، انا معايا ما يثبت ده، هقول لكم ايه هو. انا اول واحد اتوصل لطريقه ان انت تعزف ببيرشوال ميدي كيبورد في الشرق الاوسط المكوفين، في الشرق الاوسط، وربما كمان يعني قليلين قوي على مستوى العالم اللي بيعرفوا يستخدموا القصير، ماشي؟ الدليل على كده ايه؟ الفيديو اللي انا عملته من 6 شهور، في فيديو اتعمل من 6 شهور عن البيرشوال بيانو. البيرشوال بيانو ده برنامج انا عملت له استعراض من 6 شهور، كان في كورس سوري كورس شمس المعارف في التوضيح الموسيقي الهادف بتاع احترف البرامج التوزيع وكده، وده كان من حوالي 5 6 شهور على القناه برضو عندنا لو حابب يستمع اليه. واتكلمت عن البيرتشوال بيانو كمحاضره من وسط المحاضرات دي،
فالحمد لله لاي حد اصل بعد كده اي يعني انا بقول ده ليه؟ عشان بس يندي ذو حق حقه، عشان بعد كده هتلاقي بنات تقول لك انا اول مش عارف واحد اكتشف السونار، انا اول واحد مش عارف اغني بالايه، اول واحد يحط صوت ريبوت على صوته، اي بتنجان بقى بتنجان. فما تاخدوش من الكلام ده، اللي بيني وبينكم الدليل، اي دليل على اليوتيوب في اي فيديوهات قبل كده للفيرتشوال بيانو او حد لمح قبل كده عن الفيرتشوال بيانو؟ مفيش. فالحمد لله ده كان طبق ليا، وفي حاجات كتير جدا احنا بنبدا بيها باذن الله وبشيئه الله وبتنجح، تمام؟ بنبدا فيها وبدانا فيها وهكذا. طيب الفيرتشوال بيانو ده بقى بايه؟ برنامج بيتم تصنيفه. انا ليه قلت الكلام ده؟ عشان ما حدش يملي مني، انا قلت الكلام ده عشان برت يعني ايه، انتوا عارفين الدراكولات اليومين دول شويه ايه عندهم ازمه، بيمروا خلاص بقى في اواخرهم يعني، فعشان كده يعني. الفيرتشوال بيانو بقى ده برنامج بيتسطب عادي، ما فيش فيه اي مشكله، هتلاقيه في المرفقات مع حضرتك. هنروح نشوف كده في ايه. انا هعطل الانتي فيروس قبل اي حاجه، قبل ما تحمله هعطل الانتي فيروس، خاصه الكراك. البرنامج مرفوع لوحده والكراك لوحده. طب حد يقول لي طب ليه التعب ده؟ هقول لك ليه التعب ده، هقول لك حالا. بس انت عطل الانتي فيروس لو مش ديفندر، ده لو ويندوز ديفندر سيبه سيبه، هقول لك تعطله ازاي. لو انت بقى افيرا اي بي جي باست لازم تعطله عشان الباتش بتاع البيانو، الباتش البيانو ماشي، عشان الباتش بتاع الباتش البيانو. لو حد مش عايز يشتغل بالحوار ده، في حوار تاني هقول لكم عليه ماشي، يعني في بدائل. فانا عايزك تركز معايا. حد ممكن يقول لي طب انا خايف من الباتش ده، انا ليه اقفل الانتي فايروس؟ ما هو احنا متعودين الباتشات والكيشانات بيبقى فيها كده، لازم نقفل الانتي فايروس. لو مش عايزها في طريقه تانية هقول لك عليها حالا، بس ما تستعجلش عليا، واحده واحده. هنا انا هروح افتح المجلد اللي انت هتلاقيه بعد ما تحمله. او سوري اقفل ال جي داتا، ده برنامج برنامج عجيب جدا، لا بيعمل حاجات عجيبه. طيب كده فتحت ال لو لسه بفتح يعني عشان هنا بعد ما تتم التحميل هتلاقي التالي. ديفندر ده ايه؟ خش فيه، ده مجلد نشوف بس كده بيسجل ولا ايه. 60 50 6 13 31 16 مره كنت بسجل وبعدين لقيت نفسي ايه ما بيسجلش حاجه. في عندي بقى ديفندر ده عشان الناس اللي عندها ويندوز 10، الديفندر تقدر تفعله وتعطله من ملفات ريجستري جبتها لحضرتك هنا. واحد اسمه ديفندر اوف والتاني اسمه ديفندر اون، من اسمائهم. الاوف ده بيقفل الديفندر والاون بيفتحه، عموما ملوش علاقه بالهندسه الصوتيه، ده بيقفل لك الديفندر بتاع الويندوز 10 عموما عشان موضوع الكراك، يعني الديفندر عنده مشكله مع الكراك برضه. فلو انت عندك اي في جي يعني اي في جي افيرا اباست اي حاجه من الكلام ده اقفلها يدوي. لو انت عندك الويندوز ديفندر اللي هو بتاع الويندوز اصلا، يبقى تعطله وتفعله من الملفات الريجستري اللي موجوده جوه البرنامج اللي انت هتحمله اللي هو فيرتشوال بيانو، حاطينه هنا جوه الفيرتشوال بيانو. ديفندر اوف وديفندر اون بتدوس عليه وتعمل يس اوكي عشان تفعل او تتعطل من هنا. ده اول خطوه بتعملها. الخطوه اللي بعد كده بتروح تثبت الفيرتشوال بيانو. نسينا ان احنا نرقمهم بس مش مشكله يعني. فهنا الخطوه الثانيه تثبت الفيرتشوال بيانو. خش هنا او تطبيق عادي جدا، تطبيق عادي نيجاتيف 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 بتطبقه. احنا شرحنا تطبيقه كمان في المحاضره اعتقد اللي فاتت على ما اتذكر، وهتلاقوا الرابط بتاعها اسفل الفيديو بتاعت المحاضره بتاعت الفيرتشوال بيانو السابقه. ولكن النهارده هنزود بقى طبعا عليها، هنتكلم النهارده بقى باحترافيه وربع تون ومش ربع تون، وهنخش الحوارات جامده. تاني خطوه يبقى اول خطوه بعطل الديفندر، تاني خطوه بسطب الفيرتشوال بيانو، تالت خطوه بعمل الكراك. تخش على الكراك بخش على بيانو باتش لا ريدمي كراك بيانو باتش دوت اكس، بدخل عليها MSTR تي ار حاجه اسمها ابلاي باتش اي، بضغط عليها وبعد كده اكدت. طبعا عشان اعملها مش هعملها، انا عاملها قبل كده بعدين تعمل ماشي كده. كده يبقى انت فعلته. هنا تقدر ترجع الديفندر تاني، تقدر ترجع الديفندر تاني، بتخلي الكراك دوت رار عشان ما يفتحوش، خلي الكراك دوت رار عشان ما يفتحوش ماشي. يبقى دي تالت خطوه. رابعه جافا سكريبت، دي خلاص عارفينها، هناخدها كوبي، هناخد من هنا هناخد الاربعه دول كده هيلا بيلا كوبي واوديهم في مسار الجوس اللي احنا عارفينه. خلاص احنا اتعودنا بقى على الانيو بتاع الجوس، مش هنقول كل مره ده بتاخدهم وتوديهم في مسار الجوس. الحمد لله السكريبتات دي انا اللي عاملها برضو، عشان زي ما قلنا حقوق الملكيه ما يعني ما تسرقش ماشي. فالملكيه دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ف ده الجوس. وبعدين مابل، مابل ده ايه؟ المابل ده، المابل ده برنامج، هو ده بقى اللي بيوصل البريشور بينه بالسونار او باي برنامج توزيع او عزف اخر. ازاي هنشوف الكلام ده؟ بس انت تسطب بس الاول، نخلص التسطيب نراجع كده على خطوات التسطيب. يبقى اول حاجه تعطل الديفندر بتاعك، لو ويندوز ديفندر عطله افعله من هنا، او تفعله او تعطله افعله يدوي زي ما انت حابب يعني، ده اسرع.
لو عندك انت بيرا تاني بقى تعمله يدوي. اتنين بتصدر البرنامج نفسه، virtual piano replay. تلاتة بتعمله الباتش بتاعه زي ما شفنا crack اللي هو في الكراك. أربعة بتكابي سكريبتات الجوز November. Crack the JavaScript. بتاخده لجواهم، بتاخد الجواه وتوديه في الانيو virtual piano replay go left bracket crack dot maple vms بتصدر المابل. كده احنا خلصنا شغلنا. طيب في ناس بتقول المابل ده مش بيشتغل معايا، ما بيسطبش على نظام 64 بت، اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اروح بقى يعني اشتري جهاز عشان اعمل عليه نظام 32، او اعمل جهازين مع بعض 41 و 32 او ويندوزين يعني؟ اقول لك لا خالص، بالعكس مطلقا في حل. ايه هو الحل؟ ميدي بورد. هقول لك حالا ديسكتوب. الحل هو لوب بي 1.x. ده بديل المابل لل 64 بت، ده بديل للمابل لنظام 64 بت. طب ايه الكلام ده؟ ايه البيرشوال بان وايه المابل وايه الحوارات دي كلها؟ يعني كده دلوقتي البيرشوال بان والمابل بس. المابل اللي انا عايز اقول لك عليه ان البديل هو اللوب بي ده. يعني مابل يتسطب معاك على 32 خير وبركه، 64 يبقى لازم يتسطب اللوب بي. هما الاثنين اخوات بيادوا نفس الغلط، مش كده؟ طيب هروح بقى افتح البيرشوال بان، وبعد ما سطبته وبعد ما عملت له كراك والسكريبتات ومشي حاله ده الفل، اروح افتحه. ايه البيرشوال بان قدامي؟ كده بيفتح virtual piano. انا بعدف اهو، بعدف من زد اكس سي في بي ده اللي هو دو ري مي فا صول لا سي، زد اكس زد دو الاكس ري السي مي البي، يعني السطر اللي تحت اللي هو زد اكس ده زرار البيضه، اللي فوقه زرار السوداء اللي هو من اول الاي اس دي، وبعده زرار البيضه تاني بس اوكتاب اعلى، وبعده زرار السوداء. تمام كده؟ طيب انا كده بعدف عادي صوت سنة، نبدأ بقى نبطئ الجوز. Faster, slow, 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 slower, slower. دي أغنية بقى قريبة أنا اللي هوزعها يعني وهلحنها. طيب دلوقتي أنا سطبت البرنامج وفتحته قدامي وعرفت أعدي فريق. طيب أول حاجة أعرفها إيه القوائم بتاعته، لازم أعرف القوائم بتاعته. هفتح كده القوائم أشوفها بألت. Menu bar, file, F. File. MIDI devices, base node, mode, and help. File. تعال شوف فايل كده. Menu, file menu, begin recording F5D. أقدر أسجل من البيرشوال بيانو مش من سونار، أنا كل ده لسه ما ربطتوش بالسونار، أنا كل ده بتكلم عن البرنامج نفسه بتاع البيرشوال بيانو. هو نفسه فيه تسجيل من داخله، فيه تسجيل تقدر تسجل من جواه ميدي. ومالتي تراك كمان، بس مالتي تراك ميدي بس. Begin recording F5D. تقدر بخط F5 تقدر إن أنت تسجل وأنت في أي مكان مش لازم تفتح القايمة. Play recording F6D. F6 بيعرض اللي أنت سجلته، هنعمل تجربة سريعة. Save recording dot 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 control plus S. Ctrl S بيعمل save. Load recording dot 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 control plus O L. Ctrl O بيعمل open أو load. Export the dot mid control plus EE. ده بيطلعه لك كمان. Exit X. Exit. كده خلطنا أول قايمة. MIDI devices menu. دي سيبك منها خالص عشان دي هنربط بيها سونار، دي آخر حاجة هنتكلم عنها. Not checked and base note menu. See. البيت نوت ده اللي هو بيغير لك الأوكتافات، يعني بيعلي وقت الأوكتاف. طب هنا C2 left parent 24 right C3 bleeding. بص ديد صوت ديد والإكس وسي صوتهم عالي أهو، الأوكتاف عالي. هرجع تاني أغيرها من البيت نوت. Menu base note menu C3 left parent C bleeding. أهو رجع تاني. تاني يعني بتغير الأوكتافات من القايمة دي. بس اللي بعده menu mid mode L mode mode. المود ده من advanced control plus F2. عندك مودين، عندك المود التراك الواحد ومود المالتي تراك، بجيبها من القايمه دي او بكنترول اف 1 المود السيمبل وكنترول اف 2 المود اللي فيه مالتي تراك. سيمبل كنترول بلس اف 1 checked advanced control plus F2 A. ماشي كده، انا هو عامله على سيمبل. طيب دلوقتي انا عايز اغير الالات دي، دلوقتي انا هتعلم اغير الالات، هعمل تجربه بالتسجيل وبعدين هربطه بالسونار واروح بقى للسونار هشوف شغلي مع السونار يبقى ازاي. تمام كده. طب عايز اغير الاله، قدامك حل من الاثنين، تفتح الجوز كرسر او الان في دي اي كرسر. جوز توب فايل منيو باكراند نو دي اكس كولو اف دوسمر 2 نوتر دام فانك جي تي ار 1 سين فريك فيولا سين اس تي ار 4 هورن مارش بيري فيولا باين هير بيري هورن سين اس فيول سين فريك فيولا اه فيولا ايه جبتها بالجوز كرسر او بالان في دي كرسر تقدر تجيبها. طب لا انا مش عايز الحوار ده، انا عايز اجيبها باختصارات بقى. هنا يجي دور الهوتس بوك كليكر اللي احنا عملناه الحمد لله. عندك من كنترول وارقام، كنترول وارقام وكنترول وحروف، كل حاجه منهم مسؤوله عن اله. يعني دي كنترول واحد بيانو، كنترول اتنين فايولين، كابت صوت، كل ده كابت صوت ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. يعني ميدي احنا قلنا ما بيحسبش بالصوت. كنترول تلاته كلارينيت، تمام، وهكذا وهكذا. هنا فلوت باين ريكوردر او ريكوردر ده زي فلوت ريكورد فلوت اهو.
ده كانت صوت كله شغل كانت صوت ماشي، بس هنا قدرت اغير القلم بيانو كده كانت بيانو تاني. طيب هبدا اسجل ب اف 5 ادي اف 5 اهي تمام كده، في خلل في الموضوع بس ايه كده خلاص. اسمع كده بقى احنا سجلناها ادي اف 6 احنا 6 ايه ده طلع بره الزمن تمام، ده كده انا اللي طلعت بره الزمن اصلا مش مشكله من البرنامج خلاص. طيب هنا هروح بقى افتح ال يعني هفتح كده، انا عايز اجيب التراك الثاني اسجل عليه، انا سجلت على التراك الاول عايز اجيب التراك الثاني اعمل ايه؟ اول حاجه اختار الاله الاول عشان وانا في الوضع المتقدم اللي هو الادفانس ما بقدرش اشغل الاختصارات مهمه مهم، وانا في وضع الادفانس اللي هو كنترول اف 2 ما بقدرش اشتغل الاختصارات عشان اجيب الالات. فهنا اختار الاله الاول هخليها صوت كمانجا فايولين ليست فيو، اكيد كده غيرت الاله هوم ديسك كنترول اف 2 هل كده خلاص؟ لا دوس على الت منيو بلانك تي سي ميدي ذا بيس نوت تراك تي ظهرت قائمه جديده اسمها تراك، لما دوس كنترول اف 2 او اجيبها mode. من مود ادفانس مود كنترول اف 2 او من هنا جاب لي قائمة اسمها تراك. فيها كام تراك؟ منيو تراك منيو 16 16 معاك من 1 ل 16 تقدر تسجل 16 تراك ميدي. 1 checked 2 انا هنا واحد هو اللي كان متعلم عليه انا سجلت عليه. لو انا كده دوس اس 5 تاني بص هيقول ايه؟ تراك اوكيباي دايلوج يو هاف اوريدي ريكوردد ان ذا كرنت تراك. قال لي انت مسجل عليه خلاص يعني انت ايه انت عايز تسجل عليه تاني ازاي؟ فهنا جاب لي رسالة ان هو اوريدي اوكيبايت يعني محتل يعني بس او مسجل عليه. انا هروح اتعلم على تراك تاني بيس دوت تراك من 6 1 2 2 هو اتعلم عليه كده بقى تراك تاني متعلم عليه. هدوس بقى على هوب 5 وهبدا اسجل بقيتها بصوت الكمانجا كده بدوس على هوب 5 كده بيعرض لي انا سجلت ورا من تاني كده ادي اف 5 هعلي بقى باف 6 يعني لك التراكين مع بعض Desktop sonar 8.5 VLs virtual. انا كنت بقى يعني كان بيعرض وانا كنت بعدت معاه فبقى يعني بوظ الدنيا تمام. طيب كده انا اتعلمت اسجل بالبرنامج، وبعد ما اسجل لو عايز اعمل اكسبورت ميدي بختار من قائمه فايل. طيب كده خلاص اتعلمت اسجل البرنامج، وده ما قلت ركز على المعلومه ان انت لازم ترجع تاني كنترول اف 1 عشان الاختيارات تشتغل معاك. ماشي ادي كنترول اف 2 اهو واجي اغير بيانو ما بغيرش مش بيغير ماشي لازم ترجع تاني دايما كنت بيانو وتبدأ انت ايه اهو بيانو ترجع بيانو تاني ترجع الاول سيمبل مود بكتور اف واحدة تبدأ شغل اختصارات عشان تغير الالة. طيب كده انا خلطت البرنامج عايز بقى ايه اربطه بالصنار عايز اربطه بالصنار اعمل ايه؟ اول حاجة لازم اعملها واتأكد ان هي معمولة اخش بقائمة MIDI devices هنزل بتام تحت MIDI devices menu يعني دي سيبك منها خالص MIDI out device sub menu انا يهمني الاوت يهمني ايه هنا الاوت احفظ البيرشوال بيانو اوت البيرشوال بيانو اوت ماشي منطقي ما هو هيدي السونار يبقى انهي الاوت وانهي الان البيرشوال بيانو اوت والسونار هو الان فهنا ده اوت ماشي هدخل هنا على ايه ميدي اوت ميدي مابر شيك مايكروسوفت ميبل ميدي اوت كولن بارت 1 ايه ده ظهر المابل اهو مش انا سطبته المابل لو انا مش مسطبه مش هيبان هنا المابل اهو ظهر ميبل ميدي اوت ميبل لوب بي انترنال ميدي ايه ده واللوب بي كمان اهو اللوب بي طب ايه يعني الفرق بينهم ميدي مابر شيك الفرق بينهم ان المابل بيتطبع 32 اللوب بي بيمشي عادي على نظام ال 64 انا ما جربتوش على فكره اللي جربه استاذ رامز عشان برضو ايه هو قال انه سطب واشتغل ده الفل جربناه على ويندوز 64 تمام سطب فجربوه وارجعوا لنا لانه اكيد له حل ماشي موضوع 64 ده اكيد له حل مع اللوبي وهو انا عندي سطبت الاثنين اشتغلوا. طيب الفرق الثاني ان المابل بيديك اربع مخارج تقدر توصل البيرشوال بيانو على اربع برامج مع بعض بس ايه مش البيرشوال بيانو كبيرشوال بيانو هحكي لك الموضوع ده بعدين بس ما تلخبطش نفسك بس هو بيديك اربع مخارج اللوبي بيديك مخرج واحد بس مش هتفرق معاك انت عايز واحد بس تربطه بالصنار مايكروسوفت جي اس انا هخليه هنا مابل واحد مابل ميدي اوت كولن بارت 1 انا اللي بختار هخليه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه واربعه هختار هنا اخليه واحد مابل ليفنج كده اخترته تعالى كده بضغط على الدرايل ايه مفيش اي صوت طالع مفيش اي صوت طالع ده اكبر دليل ان انت عملت له اوت للمابل اهو عمال قعدت مفيش ماشي روح بقى افتح الصنار
Desktop MIDI, desktop virtual computer control panel. Not select simply Skype. Not select Sonar MP3 Sound Forge Pro Short Sound Sleep MIDI Sibelius Simply Chat Skype Sonar 8.5. هذا سونار 8.5 يفتح. No project. كده سونار فتح قدامي. هروح بقى هنا أعمل بروجكت جديد. Arrow. Insert audio. Insert MIDI track. عملت كده تراك MIDI. هنا بقى هعمل ايه؟ هروح لقائمة، فاكرين القائمة بتاعت المرة اللي فاتت اللي اخترنا منها كروت سكارت الصوت بتاعت الأصوات، ادي قائمة اوبشن الت او. خدت بالك في صوت حصل، ايه الصوت ده؟ من حلاوة الفيرتشوال بيانو ان انت تقدر تعزف في اي مكان، يا اما مش لازم تكون فاتح واجهة البرنامج نفسها، يعني وانت في اي مكان بتضغط على الزراير اللي هي ام او مش عارف ايه، اي حرف من الحروف دي بيدي لك الصوت اللي في الفيرتشوال بيانو كده، في موصل الميدي كيبورد بالظبط ماشي، فبيدي لك الصوت هنا طالع. يعني يا رب الفكره تبقى واضحه، مش لازم تبقى فاتح واجهه البرنامج نفسها. ليه بقول الكلام ده؟ بعدين هتعرف. instruments.control midi devices dot 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 m midi devices بحرف الان. فاكر المره اللي فاتت قلت لك ان في ان واوت، احنا اخترنا الاوت كروت الصوت، اصوات الكروت بتاعت كروت صوت الاوت. طب الان بقى help but list view maybe هخليه ميبل واحد، هو اصلا على ميبل واحد. port 1 maybe midi and colon port 1 checked. ادي شيكت اهو، علمت عليه، لو عندك علم عليه بمطاره المسافات اهو مطاره شيك. لازم تعلم هنا على الان يبقى المابل، الان يبقى ايه المابل، كمل ونفس الرقم اللي هناك، يعني ما تروحش هناك تعملي مابل واحد وتيجي هنا تعلمي على مابل اتنين، ده في يمه وده في يمه، يبقى لازم على نفس البورت، لازم على نفس البورت هناك مختار ميدي واحد اوت، يبقى هنا الان يبقى ميدي واحد برضه ماشي. مابل ميديان كولن بورت 1 مابل ميديان مابل ميديان كولن اهو، واللوبي كمان لوبي انترنال ميدي لوبي انترنال، هو ده بديل برضه عن المابل، يعني ده او ده، بس ده بيديك مخرج واحد، اللوبي بيديك مخرج والمابل بيديك اربعه. مابل انا اختار ده و اوكي وانا اصلا كنت مختاره. طيب احنا كده خلاص خلصنا ربط الحوار ده، تعالى بقى قبل ما نبدا التسجيل بالفيرتشوال بيانو اللي جوه السونار، احنا دلوقتي ربطنا خلاص بالسونار، دلوقتي البرنامج ما بقاش برنامج، دلوقتي كاني موصل ميدي كيبورد في الكمبيوتر، كاني اشتريت ميدي كيبورد ب 1000 جنيه ورحت موصلها في الكمبيوتر ماشي كده. طيب الحوار ده بقى تعالى نلخصه كده باختصار، انا ببساطة بالفيرتشوال بيانو عادي، ببساطة بفعله، بعطل الانترفيس قبل التفعيل او قبل التصيب من البدايه، بنقل السكريبتات، ببساطة بالمابل او اللوبي ده او ده او الاثنين حسب ما الويندوز عندك يعني ماشي، ده او ده او الاثنين، بفتح الفيرتشوال بيانو من الديسكتوب، عايز اعدت من جواه، عايز اسجل من جواه، عايز اغير الات من جواه، اوريتك الطريقه، عايز على طول تقوم ربطه بالسونار، وده على طول الارجح تختاره من السونار وتغير الاتك وكل الدنيا من السونار زي ما هنشوف دلوقتي، وتعمل الفيرتشوال بيانو، تختار قائمه ميدي ديفايسز على الاوت بتاع الميدي ديفايسز بتاع الفيرتشوال بيانو، تخليها مابل واحد مابل اتنين زي ما انت عايز، وتيجي هنا في السونار تفتح قائمه اوبشن الميدي ديفايسز، وبتختار على الان اللي هي اول لسته، بتعلم على المابل اللي انت اخترته هناك او الفيرتشوال ميدي كيبورد اللي انت اخترته هناك وتمشي لحد اوكي كده، خلاص انت ربطت الفيرتشوال بيانو بالسونار وسطبته ماشي. الخطوه بتاعت الالات والتسجيل بتاعت اف 5 والكلام ده حاجات انا كنت بطلع لك البرنامج نفسه بتاع الفيرتشوال بيانو، الكلام ده احنا مش محتاجينه، كنت بطلعه بس عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، احنا اللي محتاجينه ان انت تسطبه وتربطه لي بالسونار بس، ده اللي انا محتاجه دلوقتي خلاص. عايز انت تسجل منه، سجل منه باف 5 براحتك من الفيرتشوال بيانو نفسه، لكن انا هنا هسجل من السونار بقى نفسه. طيب كده انا ربطته خلاص. هعمل هنا بقى ارم برضو على تراك الميدي، هعمل ارم ارم اهو اكيد، تعالى كده شوف عامل ارم ولا ما عملش. ارم تراكس ار 1، ارم تراك ار 1 هو عندي بقى تراك ميدي. طب انا هشغل المترونوم، هنا هشغل المترونوم، هل صوت المترونوم بقى هيطلع ولا لا؟ تعالى نجرب ونشوف. هشغل المترونوم منيو اوبشنز منيو ميدي ديفايسز دوت دوت ار جي، لا سوري بي بي MIDI output metronome recording checkbox not checked alt plus R checked no chant rate peak velocity وخلي اول مطوره فاضيه، خلي اول مطوره فاضيه عشان انا لما تروح للشاشه بتاعت الفيرتشوال بيانو. measure radio but port use MIDI note radio button recording checkbox check use MIDI record count dash and colon edit 0 blank 0 تخليها 2 هيقعد مرتين ما يسجلش. Playback help cap okay. So كده انا خليته يقعد مرتين ما تجريش وشغلت المترونوم ماشي، وهنشوف بقى هل المترونوم صوته هيطلع ولا لا. طب كده انا قدامي شاشه السونار اعدي فيها، لا ليه؟ بص اضغط على حرف اكس مثلا automatic crossfades off left وطلع صوت الري فعلا، لما دوست على اكس طلع صوت الري، بس قفل حاجه مع السونار وفتحها لي. automatic crossfades on crossfade يعني كده معناها بعدين لما بيبقى في كده كليب على تراك هنتكلم عنها بعدين، ولكن دلوقتي انا هلازم يعني مش لازم بس افضل ان انا اروح لشاشه الفيرتشوال بيانو عشان ما يعرفش يفتح لي حاجات ويقفلها بكل ضربه بضغط عليه ماشي. انا دلوقتي هعمل عملت ار، هبدا بقى اعمل ريكورد، يلا على بركه الله. ادي ار فيرتشوال بيانو ماشي.
كده حضرتك بتكون كنت ملخبط في الزمن. نسمع بقى المهم. تمام، كان في لخبطه في الزمن. تمام، فاحنا هنتعلم بقى نظبط لخبطه الزمن دي ازاي، بس بعدين واحده واحده برضو على ايه. طب دلوقتي انا سجلت خلاص اهو، بقى عندي تراك ميدي بمنتهى البساطه. طيب قبل ما نخش بقى في قصه الربع تون، يعني ده في ربع تون بس انا عارفه دلوقتي عادي، مفيش فيه ربع تون دلوقتي صح. هنشوف بقى ده نعدل الربع تون ده بعدين، بس دلوقتي انا هقفل الفيرتشوال بيانو خلاص. طول ما انا مفتحه عادي اقدر اسجل بيه اي تراك، بس انا هروح بقى اوريك برنامج تاني برضو عشان لو انت مش عايز تطبق الفيرتشوال بيانو تسطب تشتغل بيه. ميدي بورد، برنامج اسمه ميدي بورد. ميدي بورد ده بعته لنا استاذ مصطفى اسماعيل الشهير ومصطفى الكينج على الفيسبوك، بشكره جدا 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 حقيقي، برنامج رائع. ده بقى لا محتاج تفعيل ولا محتاج انتبارات تعطل ولا اي حاجه، وبورتبل كمان مش محتاج تصيب، لا بتسطبه ولا بتفعله ولا عايز سكريبتات ولا عايز تعطيل انتبارات ولا اي كلام من الكلام ده، عايز بس المابل او اللوبي، لازم ندم له مابل او لوبي بس اهو. ميدي مابل في ام سي في 3 يعني المابل او اللوبي، وهو ميدي بورد. هفتح كده الميدي بورد، اوبن فايل داش اب رن، ادي رن، عملت له رن خلاص، فتحته وعملت له رن، مش محتاج تسطيب ولا اي ميدي بورد اهو. نفس الحوار بتاع الفيرتشوال بيانو، كنت عايز اشوف القوانين بتاعته. Menu, play through. برضو القوانين دي مش مهمه قوي غير بس ان انا اربطه بالصنع. Play through menu, mini mapper checked. اهو الاوت بتاعه اهو. Microsoft G, Maple Video Call. اهو ظهر المابل، ظهر المابل وظهر اللوبي. Maple, Maple, Loopy, Mini Map, Mic, Maple. ده الاوت بتاعه. Instrument menu, piano checked. وهنا الانسترومنت مش محتاجه سكريبتات لان بتيجي بالستوب منيو، وهي البيانو لوحده وحاجات البيانو لوحده. Chromatic percussion sub menu. Percussion sub menu. الاورجن لوحده. Guitar sub menu. Guitar sub menu. Base. تمام، تقدر تغير اللي بعده. Backing menu, none checked, at walls, rock, art. دي ارتام بي بتشتغل على الميدي او اسمع كده. Leaving menu. ده ريتم. Menu, backing. في حوالي 16 ريتم ولا حاجة. Backing, disco, none, and disco, leaving disco ده. هو دي الديسكو ده بتاعه. It's backing, D, T, A, backing menu, disco checked, leaving menu. ماشي، ده انا عشان تسكته. طيب بعد كده كي دي اللي هي زي البيت نوت هناك، اللي هي بتتحكم بال كي اوف اف 12، كي داون اف 11، اه البيت 12 ويب 11، كي اوف اف كي داون اف 11. تعالى كده نجرب البيت 12، مش بيحضر ليه؟ لا مش شغاله، لا مش شغاله. تاني معملها من جوه. It's back a key. Key down F11. Leave it. مش عارف، مش شغالة. المهم سيبك من الحوار ده. ده تقدر تربطه بإيه؟ بالسونار برضو بنفس ده الطريقة اللي احنا قلناها. بس أنا بفضل البيشور بيانو عن نفسي. أنا بفضل البيشور بيانو. تمام؟ أنت عايز تشتغل بقى بالميدي بورد ده؟ أنا مش هقول إن هو وحش، بالعكس ده حلو جدا وبورتبل وكل حاجة، بس أنا يعني عشان بيشور بيانو كمان بيديني إمكانية إن أنا أعزف وأنا في أي نافذة. ده لا، ده مجرد ما أخرج منه خلاص مفيش أي ضرايب بيبقى ليها صوت، فهمتني؟ ميدي بورد بس ميدي ده سهل للناس اللي هي عايزة حاجة سهلة وبورتبل وملهاش كراك ولا ليها تفعيل ولا الكلام ده كله. أهو الموجود ماشي، نقفله وبرده تسطب له المابل أو اللوبي. ميدي بورد الكلام ده هتلاقيه في المرفقات. طيب خلاص كده خلطنا كلام عن البيشور بيانو، كده لازم نديله حقه عشان يعني دايما شغلة تكلفة الميدي كيبورد غالية. دلوقتي اقدر اتغلب على الموضوع ده بايه؟ بالفيرتشوال بيانو. طيب دلوقتي انا عايز اضبط ربع تون، اسمع كده. مفيش ربع تون، دورين مي مي، مفيش ربع تون خلاص. طيب دلوقتي عايز اضبط قصة الربع تون دي، اعملها ازاي؟ بشكر دكتور احمد عبد الظاهر لان هو اللي قال لي طريقة. بص، قصة الربع تون ده حوار كبير قوي. السونار دايركتلي مفيش ربع تون، السونار بشكل مباشر مفيش ربع تون. ليه؟ هل عشان نيتنا وحشة؟ لا، ملوش علاقه بالنيات والله. يعني سونار هنا ملوش علاقه بالنيه، ده علاقه بايه؟ ان هو البرنامج نفسه ما بيتقبلش اي حاجه ربع تون. طب حلها ايه؟ ليه كده حل؟ هقول لك اللي انا ايه قالوا لي دكتور احمد عبد الظاهر. قال لي ان في برنامج اسمه الت تيونر، قال لي الالت تيونر ده ايه؟ ال تي تيونر، تي يو ان اي ار. قال لي ده بلاك ان بيشغل ربع تون بس ملوش تفعيل وملوش نسخه ديمو حتى، وثمنه غالي $150 ولا حاجه. اللي حابب يدور عليه دور عليه، دكتور احمد عبد الظاهر قال لي عليه اللي هو الت تيونر. انا دورت عليه بصراحه يعني ما وصلتلوش لحاجه. ماشي، ده الالت تيونر، ده طريقه. الطريقه الثانيه ان انت توصل الربع تون بالسونار، في طريقه دكتور احمد عبد الظاهر قال ان هي مش اكسسبل. قلت له طب يا دكتور، طب ممكن يعني تقول الطريقه وانا احاول يعني اعرفها او اعمل لها هوت سبوت كليكر او كده. فقال لي انا مش متذكر حتى بتيجي منين الطريقه دي، بس قال لي ان هي بتاعت مبصرين، وبرده دي هنشوفها بعدين. الطريقه الثالثه بقى اللي هنتكلم عنها النهارده ان انا بلعب في حاجه معينه، هنشوفها دلوقتي. انا دلوقتي عايز اسيك ايه بالظبط، اسمع.
عايز اذاكر مي هنا، صح ولا غلطان؟ طيب يبقى انا لازم اعلم اول حاجه على المي بس، مش هعلم على التراك كله. هنا بقى لا هعلم، لا هعلم بإف تسعة ولا هعلم بإف عشرة ولا كنترول إف تسعة ولا كنترول إف عشرة ولا الكلام ده خالص. هنا بقى هعلم حاجة مختلفة، هعلم على التراك الأول. Selected. هفتح قائمة إيديت. Menu. Edit. Redo. Undo. Record. More. Sub. Revert. Apply. Create. Feed. Isolate. Clip. Mute. Clip. Lock. Bounce. Bounce. Delete. Paste. Copy. Cut. Sub. Hister. No. Select. Sub. Menu. S. Select. Sub. Menu. S. وبعديها. All. A. All. Off. None. By filter. Dot. 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 F. F. By filter. Leaving menus. Drag. A. كده بعمل فلتر، بعمل ايه؟ بقوله انا عايز يتعلمني على ايه بس وتشيل الباقي. يعني كده مش بيعلم على كل حاجه هنا، لا بيعلم لك على حاجه بس تقدر تتعلم على نغمه بس. يعني دلوقتي لو انا عايز امتح نغمه بس، تعالى كده نشوف هنمتحها ازاي. عايز اعمل اي اجراء على نغمه بس، يعني عايز اعمل اجراء دلوقتي سي كده هعمله على المي، ماشي؟ هعمله على المي. انا هنا بقى عايز امتح الميدي اصلا، عايز اسيكها، عايز اعمل فيها اي شغل، اقدر بنفس الطريقه. انا بعلم على المي بس مش على التراك كله، بدل حاجه في منتهى الخطوره منتهى الاهميه. تعالى بقى نشوف ده. انا دوست على علمت على التراك الاول، ماشي؟ الميدي اللي انا عايز اعمل عليه شغلي، وفتحت قائمه اديت بالت اي، وفتحت سيليكشن تاب منيو باس، وفتحت فلتر باي بحرف الاف، يبقى الت اي اس واف تاب منيو وفلتر، ماشي؟ طيب تعالى كده نشوف ايه. هتحرك لحد كانسل number x n value x num num x r value x num num x p p colon x p f duration direct x velocity velocity x p p x note delete button save button event field help button cancel button. هنا فتحت حد كانسل، ماشي؟ بس انا هروح افتح البيرشوال بيانو، معلش برضو عشان في خطوه معينه عايزين نعرفها. هفتح البيرشوال بيانو main cancel button. هفتح البيرشوال بيانو هكنسل ده. one track one skype so mean a left parenthesis sonar 20 desktop desk vlc virtual pn. ماشي بيشرب بيانو يفتح قدامي. لازم كل مره افتحه ولازم اعمل الاوت بوت، يعني كل مره لازم افتحه ولازم اروح اعمل الاوت بوت. مليون ديفايس مليون مليون مايكروسوفت ميبل مليون كولن بورت 1 ليفينج. ماشي بتاع سونار خلاص، يعني سونار مش بغيره، السونار ثابت. السونار لما بغير مره واحده بس في السونار، انما البيرشوال بيانو الان بتاع سونار مثبت، انما الاول بتاع البيرشوال بيانو لا، لازم كل ماركه بتاعه اظبط الاول تايم اوجيت، ماشي؟ خلاص انا ظبطته. ديسكتوب سكايب سونار هروح بقى اعلم على التراك زي ما قلنا. 1 تراك سيلكت اول، مش انا عملت سيلكت ان هو تراك واحد اصلا، ادي الت اي منيو اول كنترول بلس ليفينج منيوز. بص هنا اكس كي كي اكس دريك اكس نمبر نم اكس فيل فيل اوف اكس نم اكس NR X num X value val patch X bang bang X patch patch check wheel check X check amount audio check box check. The time is 4 o'clock a.m. Sysk space audio check Sysk state text check lyric check MC extra core check box hairpin check channel beep beep tick tick all button none button shape check box checked okay button. أول حاجة لازم أعملها لازم أعمل none. Shape check none button. ليه اعمل نن؟ ان هو بيبقى معلم لي على حاجات كده ديفولت من دماغه هو، عامل لي كده عامل لي تعليمه كده على مزاجه. انا هخلي نن عشان اتاكد ان كل حاجه ايه فاضيه. نن علمت عليها، بضغط عليها مسطره اصلا بيمسح كل العلامات اللي موجوده. السليكشن ما اقصدش انها علامات اللي هي العلامات الموسيقيه، لا اقصد السليكشن. هنا بيطير السليكشن خالص عشان يقول لي بقى انت عايز تعلم على ايه بالظبط، فهمتني؟ لازم اعمل له نن الاول يعني لا شيء، وابدا اعلم انا بقى بمزاجي، لان هو انا بيعلم على حاجات على مزاجه هو. لا انا عادل على مزاجي انا، فبعمل نان الاول بدور على حاجه اسمها نان. شيب تشيك اوكي بس قبل اوكي بواحدتين. شيب تشيك باكس نوت تشيك نان بتن نان، ماشي؟ يبقى تاني بفتح تراك الميدي بعلم عليه، بخش في قائمه ايديت وبعدين سيليكشن تاب منيو وبعدين فلتر. ده التراك اللي انا عايز ايه اتيكه. بعدين بروح لنان، اروح لنان دي مهمه، وافضل بقى تعالى كده نكمل. شيب او كانسل هيلب بتن ايفنت فلتر داش سيليكت سم ايديت كومبو سيف بتن delete button no checkbox not checked alt plus end اسمع كده no checkbox not checked alt plus end. تعلم بالنوت بالنغمه هنا نوت شيكت، هعلم عليها نوت شيكت بتشيكت ايه صح؟ يعني بيقول لك انت عايز تعلمني بالنغمه نوت شيكت؟ لا طبعا انا عايز اتشيكت، فبعلم على النوت دي. x checkbox not checked key colon min edit c0 هنا c0 هخليها ايه هنا؟ انا عايزها هنا c0 دي اللي هي الدو بتاعت زي اوكتاف اللي هو زيرو، ماشي؟ لا انا مش عايزها، انا عايز المي، انا هنا هسيك المي. طب اعمل ايه عشان اسيك المي؟ اما اكتب، احنا قلنا ان الدو والري والمي والفا والصول ليهم علامات باللاتيني، الدو والري والمي والفا والصول والسي ليهم علامات باللاتيني اللي هم ايه؟ سي دي اي اف جي اي بي. يعني خلي بالك الاي بي جاي الاخر مش الاول، يعني دو ما يعادل سي،
باللاتيني، الري ما يعادل دي باللاتيني، المي ما يعادل اي باللاتيني، الفا ما يعادل اف باللاتيني، السول ما يعادل جي باللاتيني، اللا ما يعادل اي باللاتيني، السي ما يعادل بي خفيفه باللاتيني. تمام كده، ده الثري الموسيقي باللاتيني. فانا هكتبها له، اما اكتب له اي يدوي كده، اكتب له اي 3 ماشي، اكتبها له يدوي. طب ايه دي احنا عرفناها خلاص ان هي المي، احنا قلنا المي هنا باللاتيني اي. طب ايه 3 دي؟ رقم الاوكتاف، رقم الاوكتاف، عايزها في انهي اوكتاف؟ طب انا هنا ما اعرفش الاوكتاف بتاعي ايه، رحت فتح الباش والبيانو وجيت في الدايلوج ده، ربطته بالسونار وجيت في الدايلوج ده، واقوم دايس على المي. المي بقى هنا مش اللي هي حرف الاي، لا هدوس على حرف السي بتاع الكيبورد اللي هو زد اكس سي، هدوس على سي عشان يبقى بديله مي كاني بعدف. ادي المي اهي E4. اه قال لي اي 4 مش 3، خدت بالك؟ انا دوست على حرف السي قال لي اي 4. طب تعالى كده نمسح دي، هدوس على المي اللي فوق، 2 بلاك 2 سبيس اي اي، لا دي لا دي لا اي سبيس 2 اه اي 2 سبيس اي سبيس 2 كده تمام. طب اضغط على الدو سي 4، طب اضغط على الدو دياز دي بي 4، كاني قدامي شاشه الفيرشوال بيانو بضرب عليها نغمه، فهمتني؟ ولو موصل اورج او ميدي كيبورد نفس الحوار. هنا هضغط على المي تاني E4. اللي هي اي 4 ماشي. همشي تاب تاني كي كولن ماكس اديت جي 10 برضو ماكس، سيبك من دي ودي، هقول لك خليها برضو هي خليها اي 3 اي او اي 4 سوري E4. E4 تقدر تكتبها يدوي بس احسن تستخدمها بالبشر بيانو عشان يجيب لك النغمه والايه والاوكتاب بتاعها. ممكن تكتبها يدوي، ممكن تكتب اي متى في 4، هي برضو مش هتختلف ماشي. وامشي لحد اوكي. X check box not check. Velocity colon min edit. Z velocity. X check box duration duration key F check box control. طبعا هنا على طلع اوكي بس مؤقتا. X no check delete save event with help cap okay. X ماشي انا ماشي واحده واحده بس، لكن انت لو ركزت هتلاقي الموضوع سريع قوي كده. انا خلاص علمت على المي، بعدين بقى اعمل ايه؟ هقوم واخد الكلام ده cut، هاخد الكلام ده cut. Cut dialogue. Events and tracks checkbox checked. ايه اللي انا بعمله ده؟ هتشوف دلوقتي. Tempo changes check all. Events and tracks checkbox checked. Alt meter slash key changes checkbox not checked. Okay button. Ready okay. Sonar. هعمل هنا تراك ميدي جديد. Cut insert more sub insert audio insert midi track. Leaving men. عملت كده تراك ميدي جديد. 1 2 هعمل هنا بيست في التراك الجديد. Paste it. Paste dialogue. 10100 repetition. Start com link advanced. Okay. Okay. تعالى كده نسمع. لاحظنا فرق ولا حدناش فرق؟ ليه ما حدناش فرق؟ لان التراكين شغالين مع بعض. طب تعالى كده شغل التراك الاول لوحده. 1 2 1 تراك. انا علمت على التراك الاول اهو، عملت له سولو. سولو فين المي؟ راحت. ده بدون مي خالص، بدون مي صح؟ طيب not solo. هروح للتاني بس 2 اخليه سولو. سولو المي بس. يعني انا كده عملت ايه بالبلدي؟ الخطوه الاولى عشان هو من خطوتين عشان اعمل ثيكا ماشي، خطوتين عشان اعمل اتيك. اول خطوه باخد النغمه اللي انا عايز اتيكها في تراك لوحده، باخد النغمه اللي انا عايز اتيكها في تراك لوحده، خدت بالك؟ اللي هي هنا على سبيل المثال المي. طب انا عايز يبقى انا كده لازم اخدها قط، بس اخدها قط ازاي؟ بعلم على تراك كنترول وكوما زي ما احنا متعودين، بس كده اعلم على تراك كله. لا انا عايز اخد بقى المي بس، عارف عليها. طيب بخش بقى قائمه فلتر اللي هي قائمه اديت الت اي حرف الاس سيلكت. انا بعيد وزيد لان الموضوع جديد شويه علينا. بختار حرف الاف اللي هي فلتر باي ماشي. بختار اول حاجه نان، اتاكد ان هو نان عشان مش معلم على اي حاجه، وبروح اعلم على كلمه نوت، بيبقى نوت شيكت بخليها شيكت، بمشي لحد ما يقول لي نوت من اللي هي من مينيمم، يعني بخليها النغمه اللي انا عايزها تيكها، والتانيه بخليها هي نفس النغمه ماشي، هي نفس النغمه بالخانتين، بعملها مرتين، مره في الخانه الاولى ومره في الخانه الثانيه بس كده. يبقى معلم على مي بس، على سبيل المثال ممكن يعلم على الدو بس، دايما اكرب له، دايما اكرب له. اقدر اكتبها يدوي واقدر اكتبها بالبيرشوال بيانو ماشي، كاني بعد بالبيرشوال بيانو او بالميدي كيبورد او بالورك. كده علمت على المي بس، او مخدها قط وعامل نيو تراك وادوس على دبليو عشان اتاكد ان انا في اول تراك، واعمل ايه بيست ماشي، على اعتبار ان انا الموضوع بادئ من اول تراك هنا على سبيل المثال. طيب كده بقى عندي تراك خلاص فيه نغمات العاديه وتراك فيه نغمات المي بس اللي عايز اتيكها. نيجي بقى للخطوه الثانيه. ايه هي الخطوه الثانيه؟ هعلم على تراك هنا كله اللي هو بتاع المي. Clear so 1 2 track 2 اللي هو هنا track 2، هعمله ايه؟ select selected ودي from from measure 1 through measure 5 كنترول و 9 وكنترول اف 9 وكنترول اف 10. هنا بقى هروح لقائمة تانية اسمها file edit drop view insert transport go g tracks cut insert insert كنترول سوري alt i insert i alt i، وبعد كده هروح لحاجة اسمها tempo times marker controllers dot 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 c كنترولر بي سي. leaving menus track يبقى alt i و c تمام، alt i و c دي الخطوه الثانيه. through
from colon edit 1010 end colon edit 0 begin colon edit 0 دي من وإلى MIDI channel colon edit 1 تيك منه OK can't help but controller radio button checked 2 of 4 هنا عندي أربع خيارات من أول أنا روحت مشيت لحد cancel help button cancel وبعدين هيل help control وهنا عندي أربع خيارات أختار منها حاجة اسمها RPN NRP pitch wheel radio button checked 1 of 4 pitch wheel Bitch wheel. بختارها من هنا. MIDI channel colon edit 1. Alt MIDI channel. Begin colon edit 0. Alt colon begin. يبدأ منين وينتهي فين البيتش ويل. هنشوف الكلام ده معناه ايه. هنا هكتب ناقص. Care work of not carry 0 blank num lock on num blank. هعمل هنا ناقص. Equals blank blank dash. 2000. 304 0 4. نعمل ناقص 2304 وهنا. End colon edit 0. برضو. Zip blank ناقص 0. Zipple blank dash. 2304 2304 2304 from colon net through OK space. تعال كده نسمع بقى اللي حصل. Dump. هعمل هنا بقى. Unsolo all tracks. اسمع كده. ظبط. طيب تعال كده نعمل undo. Alt D redo undo controllers. You ادي undo اسمع كده. Dump. Solo tracks are 2. Dump. No solo tracks. ده عادي ماشي. Redo. Control Shift Z. Dump. تمام كده. بس كده ده. Alt D. Most undo controllers. U. Redo control plus A unavailable. R. تمام. ده كده عملنا ربع تون. وادي undo عشان تأكد. Double. أهي. ريدو كنترول شيفت دبليو دبليو تمام بس كده ده كده قصه الربع تون عملناها طيب كده ملحوظه نحب نقولها احنا هنرجع لديالوجين انا عندي ديالوجين هنا عندي تراك هلخص الطريقه نظري عشان الموضوع بيبقى بسيط انا شرحتها بالتفصيل الممل اول عندي تراك ماشي عندي تراك ميدي عايزه اسيك فيه المي على سبيل المثال هنا مثالي مي ماشي عايزه اسيك المي بعمل ايه بروح التراك ده في كل النغمات بعمل له سيلكت بيعلي مع التراك كله كنترول كوما في خطوتين هنا بعد ما بعمل سيلكت اول خطوه ان انا اعلم على المي بس ان انا اعلم على المي بس مش التراك ده ككل علمت على المي خلاص منين بقى اخش في قائمه اديت وحرف اس سيلكت سيلكشن سب منيو ومنها بختار حاجه اسمها فلتر باي بحرف الاف انا بعيد وزيد لان الموضوع جديد ومهم وحرف ان في ناس هتتلخبط فيه شويه مش يبقى الت اي وبعدين حرف الاس وبعدين حرف الاف موضوع مهم الشرق ده حاجه بالنسبه لنا مهمه جدا ماشي بخش في قائمه فلتر بختار اول حاجه نان وبعدين بمشي لحد نوت نوت تشيك بخليها تشيك بعلم عليها عشان فعلا انا عايز هنا اخلي الفلتر بتاعي بالنغمه علم على نوت وانا ممكن اخلي الفلتر بتاعي بحاجات تانية ممكن هنشوف ده بعدين ماشي فبعلم على النوت دي بخليها تشيك يعني بختار نان وبعد كده نوت تشيك وبعدين بمشي لحد من اوميكس يعني كانه بيقول لك عايز تبدا منين وتنتهي فين فانا بقول له ابدا بالاي 4 وبنتهي بالاي 4 برده بيعلم لك عليها بس فهمت انت ممكن تعلم من الاي من المي للسي بس او ممكن تعلم من الاي للفا ياخد لك الاي والفا مع بعض لكن انا عايز اعلم على المي بس فيبقى الاثنين زي بعض المن والماكس الاثنين زي بعض فبكتبها مرتين بعمل هنا اي 4 مره والثانيه بعمل اي 4 مره ثانيه بالخانه اللي بعدها مش لحد اوكي يبقى كده خلاص علمني على المي او ماخد قط وحطيت على تراك ايه لوحده تراك بنفس الاماكن بنفس كل حاجه محدش يروح المحاضره تانية ويقوم عامل لي بيست لا في نفس المحاضره اللي انت واقف عليها بالتراك الاول عشان يبقى الاثنين متزامنين مع بعضهم بتروح على التراك بقى اللي هو في مي ده بس اللي هو فيه النغمه اللي انت عايز تسيكها بس تتعلم عليه كله وتروح بقى بالت اي وحرف السي الت اي انترت وبعدين حرف السي كنترولر تختارها بتمشي لحد كانسل وبعدين كده بتلاقي اربع خيارات بتختار واحده منها تبقى بيتش ويل اللي هي بكره الواو او بكره البيتش اللي هي بكره الحده او التغليظ الصوت يعني ماشي كده اخترنا كده البيتش ويل بختار بقى بمشي في عندي اتنين ايديت بوكس بيجن واند يقول لك عايز البيتش ويل تنتهي منين وتخلص فين هعمل لها 2304 سالب سالب 2304 بنقص منها 2304 في الاثنين برضو طب ليه في الاثنين برضو لان انا عايزه يبقى ثابت مش عايزه يتحرك ما هو بيجن واند طالما الاثنين زي بعض مش هيتحرك هيقوم نازل لك ربع تون وخلاص على كده ماشي هتفهمني واحده واحده ما تستعجلش لو انت موسيقي فاهم انا بقول ايه لو انت شويه مبتدئ معايا هتفهمني ماشي بتعلم على البيتش ويل دي وبتختار من كذا تخليها سالب 2304 والى سالب 2304 برضو نفس الحوار بتمشي لحد اوكي شكرا كده خلاص ايه وترجع تاني تعمل انسولو او وانت وكلير سيلكشن وتسمع هتلاقي ربع تون خلاص كده اتضاف
طيب ملحوظات عايزين نقولها. لو انا بقى عندي نغمة، يعني عندي نغمتين مسيكين، عندي مي وسي، عندي مي وسي، يعني راست عندي مي وسي بيبقوا مساكين لو هو بادئ من درجة الدو، يعني عندي نغمتين مساكين في الراست، اعمل ايه فيه؟ هعمل خطوة الفلتر دي والقط مرتين، مرة على المي ومرة على التي، ما ينفعش اعملها مع بعض في نفس، يعني ما ينفعش اعملها، ما ينفعش اعمل المي وسي بخطوة واحدة، لا هنا هروح اخد المي لوحدها اعلم عليها، يعني هعلم على تراك وبعدين اديت وبعدين سيلكشن توب منيو وبعدين فلتر، واروح اعلم على نان ونوتس واكتب اي 3 اي 4 سوري، وبعدين من والى اللي هي من وماكس، والثانيه تبقى اي 4 وامشي لحد اوكي، هو اي 4 وامشي لحد اوكي، وبعدين او ماكت كت وبيست في تراك جديد. اروح بقى المره الثانيه اجيب السي، السي دي اللي هي ايه؟ اللي هي بي خفيفه. يبقى انا هفتح قائمه اديت، اعلم على التراك الاول وافتح قائمه اديت واجيب السيلكشن توب منيو او سيلكشن واجيب منها فلتر باي برضه نان برضو نص اعلم عليها، وبرضو اكتب بقى هنا مش اي باربعة، خلاص انا خدت الاربعة قبل كده، هكتب هنا بقى بي خفيفة اربعة، يبقى انا كده خدت السي كمان واكتبها مرة تانية، يبقى كده خدت نغمة السي واروح اعملها بيست برضو في نفس التراك بتاع المي، يبقى انا كده عندي المي والسي في ايه؟ في تراك واحد اللي هم هيسيكوا الاتنين، وقيس بقى على كده اي نغمة انت عايز تعملها. يعني المهم ان انت تطلع لي النغمات بنفس الطريقة اللي فيها ثيكة طلعهم لي على تراك لوحدهم، ده اللي يهمني في الاخر، سواء بقى نغمة سواء نغمتين ده اللي يهمني. برضه ملحوظة كمان، لو عندي مي في اوكتاب اربعة ومي في اوكتاب خمسة، لازم برضه اجيب المي لوحدها بتاعت اوكتاب اربعة لوحدها والمي بتاعت اوكتاب خمسة لوحدها، ما ينفعش اجيب الاتنين مع بعض في الفلتر دي، فهمتني؟ ركز في اللي انا بقوله قوي لان الشرق ده مهم جدا، مهم عشان محدش يجي يقول لي ايه الموضوع صعب، لا انا عمال اسهل لك فيه على قد ما اقدر، ماشي؟ فالخلاصة ان انت بتجيب لي اي نغمة مستيكة، المي بتجيبها مره، مي 4 بتجيبها لي مره على التراك ده، تاخدها قط تتعلم عليها وتعملها فلتر وتجيبها لي هنا، تعلم لي على المي 5 وتجيبها لي هنا مثلا، تعلم لي على المي 4 حتى ما المقطوعه عندك فيها، وايه وتجيب لي سي برده لو هي مستيكه، لو عندك سي مستيكه او اي نغمه مستيكه تجيبها لي برده على التراك التاني، وبعدين في الاخر خالص بقى بعد ما تعمل الحوار ده تروح تعمل البيتش ويل تخليها على سالب 2304 سالب 2304 عشان يديك اي بيتش. طبعا النغمه الايراني والتركي تقدر تزود وتنقص، يعني 2304 ده تقريبا ربع تون مظبوط، بس انت تقدر ان انت ايه تلعب فيها لو انت عايز تخليها شويه تركي، يعني اقل من 2304 يبقى تركي وادي يبقى ايراني، فانت وحظك بقى، او انت يعني جرب وشوف انت ايه حسب ودنك ايه اللي يناسبك. ده كده الكويك ريت ايه الربع تون، تمام؟ انا دلوقتي عندي تراك فيه نغمه مساكه وتراك عادي. طيب في حاجه كمان برضو، طب انا افترض انا عايز ايه، يعني بدل ما اوجع دماغي وعايز اخلي تراكين، طب انا عايز اخلي تراك واحد بس، اعمل ايه؟ انا ممكن اخد الملف الميدي ده قبل ما اسيكه واوديه للسيبيريس اسيكه هناك في السيبيريس، ممكن اخده اوديه للسيبيريس اسيكه بالسيبيريس وارجعه تاني للسونار. طيب الكلام ده هنشرحه ولا لا؟ مش هنشرحه، ليه؟ لان السيبيريس اتعمل له 9 محاضرات، ده مش برنامج صغير عشان نستعرضه بسرعه، اتعمل له 9 محاضرات بكورس شمس المعالي في التوزيع الموسيقي الهادف، المحاضره الرابعه هي دي اللي اتكلمنا فيها عن السيكا ازاي تعمل ربع تون في المحاضره الرابعه في السيبيريس. ارجع للمحاضره الرابعه في السيبيريس تقدر تعمل الربع تون ده بتاع السيبيريس بالسيبيريس مش بالسونار، يعني سونار الطريقه هي وريتها لك من اديت سيلكشن فلتر، تعلم على النغمه تاخدها قط على تاك وتروح تعمل البيتش ويل، ولو عندك كده نغمه هتعمله بنفس الطريقه على نغمه نغمه على حده نغمات المثيكه فقط، ماشي؟ لو الموضوع مش واضح يا جماعه قولوا لي على طول والله، لان الموضوع ده مهم مهم جدا، وناس كتير للاسف ما بتعرفش تشتغل بيه او ما تعرفش الفكره اصلا، يقول لك ايه في مونترين يقول لك ما فيهوش ربع تون اصلا، لا هو فيه بس ايه عايز كده يعني نشغل دماغنا يعني، تمام؟ فطيب ده كده ربع تون، اما اعمله بالسونار او اعمله بالسيبيريس. السيبيريس زي ما قلت في كورس تقدر ترجع له وتجيب ايه الربع تون من هناك، تفتح السيبيريس تاخد الملف الميدي هنا تسيبه عادي تفتحه بالسيبيريس تعدل الربع تون هناك وتقوم راجعه تاني للسونار، خلصت شكرا كده. طيب ايه كمان بقى نتكلم عنه قبل ما نخلص على كده، شوف احنا خدنا وقت قد ايه. طيب دلوقتي انا خلصت الكلام عن الربع تون خلاص، دلوقتي هنقل بقى لنقطه ثانيه جديده عشان ما تلخبطش نفسك، هروح لنفس الدايوجين بتوع فلتر باي وبتوع كنترولر، هروح لهم ليه؟ لان هم مش بس للربع تون، هم مش بس للربع تون، لا هم حاجات ثانيه من ضمنهم ان احنا بنلعب بالبيتش ويل يدينا احساس الربع تون، ماشي كده؟ انا هعلم هنا على التراك الاول 1 2 1 clear selected وافتح قائمه edit وحرف S فلتر S. طيب هنا تعال نشوف ايه اللي موجود، هروح هي حركة حد نان duration at with simple m's core m chat channel beat tick tick all none button none. انا كده علمت على نان زي ما شفنا، والتايب ده بصراحة انا مش كله بعرفه، بعرف منه نسبة 70%، فتعال نشوف كده. okay event save button delete button no checkbox not checked note، اعلم بالنوتة note check بالنغمات
X check key colon min edit. الكي هنا انا عايز اعلم نغمة واحدة ولا اعلم من وإلى؟ هنا عندي من وإلى، لو نغمة واحدة بكتبها من هي هي إلى هي هي، بيعلم لك عن نغمة بس اللي انت عليها زي ما شفنا في ربع تون. لكن لو انا عايز اخد من المي للسول يبقى هكتب الاولى اي والتانية جي، يبقى هياخد لك الرينج ده، هياخد لك النطاق ده، ماشي؟ فهمتني؟ لو ده الفلتر ده مش بس الربع تون ده، عموما اي نغمات عايز تاخدها تعليها توطيها تعمل عليها شغل معين، تحط عليها افكت معين، من هنا الفلتر ده بتعلم على جزء من النغمات. الموضوع ده في منتهى الخطوره. الفلوسيتي تبحث بالفلوسيتي او سوري تعلم بالفلوسيتي الحاجات الفلوسيتي بتاعتها عاليه او واطيه برضه مين والى x check box duration colon min edit الحاجات الفلوسيتي بتاعتها كذا لكذا اديت او اقل مش هيعلم لك عليها، فهمتني؟ duration colon max edit duration اللي هو الزمن P control checkbox notch RPM ما أعرفش صراحة هتقول إيه NRP patch checkbox jam F check الباتش اللي هي الآلة wheel jam F check patch checkbox notch pad X checkbox bank colon min edit minus 1 أو minus 1 bank colon max edit 16 بالبنك هنشوف البنك ده احنا اتكلمنا عنه شوية ما فاتت بس هنتكلم عنه في التفصيل في الفيديوهات X checkbox patch colon min edit patch colon max edit 127 رقم الباتش الآلة بالباتش هنا مش بالأسماء، هنشوف ده بعدين الكلام ده. Jam F checkbox, wheel checkbox, not check. الويل، بقرة الويل. Audio checkbox, not. بقرة اللعبة في البيتش بتاع أو الحدة. Sysk's bank checkbox, not. Sysk's bank. هنيجي الكلام ده في الميدولات. Text checkbox, not lyric. Lyrics ده عشان لو أنت عايز تتعلم على الكلام بس اللي في تراك الميدي، في تراكات ميدي بيبقى عليها كلام. عليها كلام الليركس بتاع الأغنية. ممكن تعلم عليه بس هنا مش تعلم على تراك كله. MCI checkbox, expression checkbox, chord checkbox, not check. الكورد، عايز تتعلم على كوردات بس. او من والى او الى اخره كل ده انت متاح. channel colon edit 1 channel colon edit channel المخرج الصوت beat colon edit beat colon edit 4 تبحث فين بالضبط tick colon edit 0 المكان في في التكست والبار والميجرز tick colon all button ولا all ورجعنا نون تاني بس كده. فده وده انت بتعلم حتى بشغلك اللي انت عايزه، عايز تعلم من الميل للسول من هنا بالتراك بتاعك، عايز تعلم من الميديا للسول سوري ميديا من الفا لللادياز برضو من هنا مثلا، عايز تعلم على مي بس عشان تسيكها من هنا تقوم واخدها قط وحطيتها على تراك وتعمل شغلك على التراك الجديد، ماشي؟ ده كده دايلوج بتاع فلتر، كانك بتفلتر السليكشن بتاعك، ما بياخدش كل حاجه لا جزء منه وتاخده قط بقى تمسحه انت هتعمل فيه انت عايزه، ماشي؟ السيبيريوس برضو بالمناسبه من في فلتر سيبيريوس، في فلتر تقدر تفلتر النغمات في السيبيريوس وتعملهم ربع طول مره واحده وحاجات جامده كده، فعشان كده قلت لك السيبيريوس ده مهم جدا لدراستك لو انت مودع موسيقي، ماشي؟ طيب هروح هنا بقى لقائمة ال كنترول select all all U sorry alt I all time ده دايلوج تاني اللي هو بتاع كنترولر see leaving menus ايه تاني اقدر اعمله هنا 1010 and not help button cancel but help but controller عفوا هنا عندي اربع حاجات منهم البيتش ويل اللي احنا لعبنا فيها دي عشان نعمل ربع تون، عندي هنا كنترولر مثلا هشوف ايه فيها دي number colon edit combo 7 dash volume 5 of 18 عندي هنا اقدر 18 حاجه اقدر اعملها من ضمنها ان انا العب في الفوليوم، ان انا العب في الفوليوم يعني اعلي النغمات دي عن غيرها 8 dash balance balance 10 dash pan 11 dash expression expression جربوا الحاجات دي 64 dash pedal left pair 65 dash portamento برامنتو 66 dash pedal left pair and sostenuto right pair sostenuto دي حاجات تقريبا ليها علاقه بدواسات البيانو، عارف كانك جيت على دواسه بيانو فجربوها، جربوا الكلام ده، ده مش بس يعني عايز اقول لك ان ده مش بس للبيتش ويل وربع تون لا ده في حاجات ثانيه تقدر تعملها على النغمات من الكنترولر ده، مش كده؟ ده كده الموضوع بمنتهى البساطة ان انت تقدر تتعلم على الفلتر باي دي، تقدر تتعلم على اللي انت عايزه واللي انت مش عايزه، والكنترولر بتقدر تحط ربع تون او تحط اي مؤثر تاني للميديا، مش كده؟ طيب تعالى بقى نشوف كده قائمة برضو جديدة، تعالى نشوف كده قائمة اوبشن جلوبال كان فيها طبحة للميديا، تعالى نشوف فيها ايه VST audio editing folder midi page record midi page key after touch alt notes checkbox help button برضو كلها مش عارفها لان انا معيش midi keyboard احنا شغالين ببرش والميدي keyboard notes checkbox checked alt plus n note ياخد النوت ولا ما ياخدهاش key after touch checkbox not checked alt plus k key after لما تضغط النغمة وتشيل ايدك ياخدها ولا مجرد ما تضغط عليها controller checkbox checked alt plus c controller اعتقد ده يعني معلش صراحة ده ايه بس ممكن يعني مش هفتي بس يعني هو في دماغي حاجه معينه بس ممكن ده يكون هو بس ده جربها patch changes checkbox checked alt plus غير الباتشز اللي هي الباتشات اللي قالت تغيرها من الميدي كنترول اوراقها مش بتاع الفيرتشوال بيانو خلي بالك بتاع الميدي كنترول الحقيقيه channel after touch checkbox not checked alt channel after pitch wheel checkbox checked alt pitch wheel يشتغل بالبيتش wheel ولا لا system exclusive checkbox checked alt دي إيه؟ number of buffers colon edit 64 دي البافر سايد عشان لو في تاخير في الميدي كنترولر
يعني لو انت بتعدي بميدي كنترولر او بالفيرتشوال بيانو، في تغيير. احنا اتكلمنا عن البافر سايد دي في كارت الصوت، صح؟ موجوده هنا في الميدي، بس البافر سايد موجوده هنا في الميدي، تقدر تزودها او تنقصها حسب ما النغمه بتتاخر معاك او لا. لو بتتاخر يبقى تلعب في البافر سايد دي. ايكو سيستم اكسكلوسيف تشيك بوكس نوت تشيك، ما اعرفش ايه. ليست 1 ليست فيو نوت سيلكتد 1 مايكروسوفت جي اس لافيتابل سينف نوت تشيك 1 اوف 1 نوت تشيك سيلكتد 1 مايكروسوفت جي اس لافيتابل سينف نوت تشيك. دي اللي هي اصوات الالات. Prepare using colon edit 250 alt milli tab. بس كده. Okay, space. دي الصفحة اللي احنا سبناها اللي هي كانت في قائمة جنرال اللي جوه سوري جلوبال اقصد اللي جوه قائمة بروجكت. تمام كده، ده كده كل اللي احنا اتكلمنا عنه في الموضوع ده او في المجال ده. اتكلمنا عن الربع تون، اتكلمنا عن ازاي نفلتر، اتكلمنا عن ازاي نلعب في الحاجات التانية زي التستنوتو والحاجات دي من قائمة كنترولر. في حاجة كانت مهمة والله كنت عايز اقولها بس نسيت، فعموما ان شاء الله نقولها المحاضرة الجاية. فعموما جرب حضرتك يعني تنجح في قصه الربع تون دي. واه في كمان ملف هتلاقيه في المرفق فيرتشوال بيانو ديسكتوب سكايب. تعال كده نشوف هنا في الفيرتشوال بيانو. تعال شوف كده المرفق مين اللي سونار تو ديسكتوب سونار سونار ميلي بو. اسمع كده نوت سيلكتد كوارتر تون 8 هيل ذا ديت كوارتر تون تيست دوت دروب كوارتر تون تيست دوت دروب. انا عامل لك ملف بي سي بيديس. يعني بص عملت لك ربع تون ده اللي احنا عملناه دلوقتي ده بالسونار، وعملت لك ربع تون بالسي بيديس وجبته للسونار حطيته على المديول. ده صوت مديول. اسمع بقى كده. حطيتهم لك عشان تسمع الفرق بين بتاع السبيريس وبتاع سونار. شوف كده في فرق ولا لا. ده غني لي. بتاع ايه؟ ده بتاع السبيريس. ده اللي جاي ده هتسمعه ده بتاع السبيريس. ده ربع تون بتاع السبيريس. اسمع كده. ده بتاع سيبيريوس. اسمعوا وشوف بتاع سونار. بتاع سونار اهو. لو صوت واطي بتاع سونار عليه بقى من عندك. هو انت كده كده هتلاقيه عندك في المرفق. اسمع الفرق بين ربع تون بتاع سيبيريوس وربع تون بتاع سونار. شوف الدنيا معاك ازاي. في ناس ما شافتش الفرق. ده بتاع سيبيريوس. ده بتاع سيبيريس وده بتاع سونار. 3% في ناس قالت في فرق وفي ناس قالت لا. تمام، في ناس قالت ان في فرق بينهم وفي ناس قالت لا. الالي والوتيد ده حاجه تانية. الالي والوتيد وصوت اختلاف الاله ده آلة دي اله ودي اله تانية في نفس المديول. فمش مهم، اللي يهمني بس ربع تون، يعني الدرجه بتاعت ربع تون. شوفها كده مظبوطه هنا هنا ولا في فرق بينهم. وانت بقى ليك حريه الاختيار، عايز تسجل بالسبيريس سجل بالسبيريس، عايز تسجل بسونار سجل بسونار. ودايما قلنا سبيريس كمان برضو ملحوظه، سبيريس فيه فلتر زيه زي السونار. يعني سبيريس تقدر تتعلم على ربع تون في اي مكان في السبيريس، يعني برنامج سبيريس ده برنامج اخر تتعلم على ربع تون فيه كله مره واحده في الملف كله ميدي، كل التراكات مش تراك تراك. فسبيريس وسبيريس هيوفر عليك ان انت تعمل تراكين. يعني هنا في السونار انت بتعمل تراكين، لا سبيريس على نفس التراك على نفس الاستاف بيخليك ربع تون. فسبيريس بيوفر عليك الموضوع ده. فعايز تشتغل بسبيريس انا ارجح لك ده، تسمع كورس سبيريت وتستفاد منه. اوكي، عايز تشتغل بالربع تون بتاع سونار اديني وريتك الطريقه اللي الناس كلها شغاله بيها في الطاقه. يعني ايه تاني؟ تعال نشوف كده في المرفقات في ايه تاني. 1 سونار 20. وفي معلومه والله كنت فاكر ان هي مهمه جدا بس يمكن اقولها لك بقى المره الجايه لما افتكرها. 8 هيل ديفيت هاف ميكور نو تكست دوكيومنت. تعال نشوف المرفقات فيها ايه. بلاك ميم ريفيك هاف بلاك ريليف بيت اوت هاف ميم يلا اقرا اشوف بقى. برضو روابط السونار اكس 3 عشان الناس اللي طلبته موجود اهو على جوجل درايف، لانه السونار اكس 3 اللي حمله خلاص، اللي ما حملوش ادي رابط. رابط تحميل الاداه الاد اون بتاعت الان في دي اي للسونار اكس 3 برضو اللي ما حملهاش هنا موجوده. الفيرتشوال بيانو موجود اهو. اللي حمله بتاع السبيريس خلاص، اللي ما حملوش انا هحمله. ده الكراك بتاع الفيرتشوال بيانو كاتبين ان انت تقفل الانترفايلت قبل ما تحمله عشان ما يتعبهولكش. ميدي بورد بتاع الاستاذ مصطفى اسماعيل اللي بعته لنا
اللي هو بديل فيرتشوال بيانو. تعريف اللوبي للويندوز 64 بت. الاويب ستوديو ده برنامج بيعمل لك بيسامبل صوتك او بيتعامل مع ملفات الاس اف 2. دي ملفات مديولات قديم جدا, مش البرنامج القديم, الملفات دي كانت قديمه بيشتغلوا بيها ايام ما بدات المديولات. تمام, دلوقتي دخلوا في البي اس تي وبعد كده دخلوا في المكاتب الكونتاكت وما الى اخره. فكان الاس اف 2 ده من اوائل القصه بتاعه السامبله والكلام ده. فالاويب ده قلت دايما القاسم بعتوا لنا مشكور وقال ان هو اكسسبل مع جوس. انا لسه ما جربتوش لان انا عندي ما يكفيني للتجربه, يعني ما عنديش وقت والله, بس انا لازم اجربه, لازم اجرب الاويب ستوديو ده. بس حاليا هيبقى صعب شويه, خلص بس الميدولات وبعدين نرجع نشوفه. برنامج الميلوداين في استمرت كورس الجيتار اللي عادي حمله ويبعتها او كده مش عايز خلاص. وموضوع شويه كوميدي بصراحه عشان برضو قبل ما تحمله تبقى عارف. وبتاع ربع تون موجود اهو, عامل لك واحد بالسبيريت واحد بالسونار. خلاص ده المرفقات. لو في حاجه ثانيه مهمه ان شاء الله المره الجايه هقول لك عليها. والمحاضره الجايه بقى هنبدا نشوف الالات بقى ونخش في حوارات شديده جدا, فركز معايا بقى من المحاضره الجايه. كان لازم ندرس الربع تون لوحده, كان لازم ندرس الفيرتشوال بيانو, كان لازم نتكلم عن الكنترولر, كان لازم نتكلم عن الفلتر النهارده, اتكلمنا عن المفوقات, شفنا الفرق بين الربع تون بين السبيريت وبين السونار. الحمد لله يعني المحاضره ان شاء الله تبقى يعني مفيده لحضراتكم. نتقابل ان شاء الله المحاضره الجايه. وعلى فكره ست محاضرات الجايين دول ركزوا معايا فيهم قوي قوي قوي, واجهزوا بالانترنت بتاعكم ويلا بينا. خلي بالكم من نفسكم, ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي على الف. تحياتي لحضراتكم, شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.